حلو ولا مريض السكر الكيتو دايت؟ إذا بدكم الحليب المكثف تبع الكيتو دايت والعادية موجود عندي تحت الفيديوهات. هذا حليب مكثف كيتو دايت 100 جرام، وبنجيب كاكاو 55 جرام كاكاو خام. ممكن إذا كان فيها ليونة ممكن نزود الكاكاو حتى تتماسك. لما نوضعها بالثلاجة بتمسك حالها، شايفين كيف؟ موضوعها كثير سهل. إذا محتاجين كاكاو من بودرة بنضيف عليها كاكاو خام بودرة، هيك هيك بنوضعها بالكاكاو وبنوضعها بالثلاجة وبعد شوية بنطلعها، وهيك أصبحت جاهزة. ممكن نستخدمها للكيتو دايت لمريض السكر وللناس العادية حسب نوع الحليب المكثف اللي بنستخدمه. تزورونا بوصفة جديدة، أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.